هاي المثالية اللي يحكي بيها هي صحيحة، هذه أساس عمل الإعلام، بس هي ما موجودة. هاي مثالية بوقتنا الحالي الآن، اللي قدح أعلى هو اللي جامل، اللي يمدح، اللي مسح أكتاف حتى على مستوى المشجعين وعلى مستوى الإعلام. تراكم مشجعين، اسمح لي على أبناء أعضاء الاتحاد اللي راحوا. اسمح لي هسه راح نجي أبناء منو؟ أبناء أعضاء الاتحاد اللي راحوا وأخذوا بطاقة تذاكر الدخول مال المباراة. هسه نجيك بالحديث. من أنا أضوين أضوين من الراحة والقطر ماخذين ولد وياهم. لو تذكروا لي بالاسماء ولا تعطوني راس. أعطينا مجال. أعطينا مجال. قل لي عضوين. قل لي فلان راح ابنه وفلان راح ابنه. هسه أنت شعبت الموضوع، بيحكي لك مداخلة ميثم. لا أحكي لك منو أبناء أعضاء الاتحاد؟ علي الأسدي وغالب الزاملي. أبنائهم راحوا؟ إيه. بعنوان شنو؟ ما أعرف شنو عنوان رايحين. سيد التحاضر هناك. كلام صحيح. أنا قدامي أكثر من 50 بطاقة طاها الملة لابن غالب الزاملي، والناس دا تدور على بطايق، ونجي إحنا نطالبهم نقول لهم يابا ليش بتطون بطايق؟ يجوز على حسابهم رايحين. قدامي أنا صارت قدامي. على حسابهم الشخصي. شال 50 ما يعادل 50 بطاقة. وانطاها لابن غالب الزاملي قدامي احد يعني شنو جامل يجوز رايح على الزاملي هسه رايح على حساب اعطيه 50 بطاقه يوزع بعنوان شنو اعطيك 50 بطاقه ما اعرف يا اخي هي هذا اتحاد القدم ليش هو منو يسال اتحاد القدم منو يسال فاليوم حتى طلع سؤال اتحاد القدم زين هسه بشرفك هذا الحديث اسمعني بس اسمح لي استاذ ريال هذا الحديث اللي صار مال 25 دولار للاعب وهم مستلمين مليون دولار من مشاركتهم هذا مو عيب هذا شنو تعقيبك كيف اذهب عن طريق اتحاد كره القدم تقول لي الا اسئله عدنان درجال ايه اسئل عدنان وتمدحهم وهسه شفت اللي صارت الموده شنو يا اما انت معايا يا اما انت عدوي لذلك هذا على مستوى الاتحاد القدم وحتى على مستوى وزاره الشباب بالمناسبه لجنه القرار منو مسؤول عن الافاد لجنه القرار لو منو ما اعرف لا هي الوزاره بسرعه ايه حتى الوزاره اكو ولاءات لها بالمناسبه انا موظف بالوزاره وبقسم الاعلام بدي احكي لك الاتي اكو ولاءات انت ايش قد ولاءات للوزاره ومستوى دفاعك عن الوزارة بالحق والباطل أنت قدح معلق أما ماركون على صفحة وتحكي المنطقة هذا عوف على صف المهم ولذلك نزلت منشور قلت فيزة قطر تتأخر كان حكيت عدنان أيوة بس صارت معيار بس أنا أقول لك عدنان بن عمي بن خالي والله ما شايفه مرة واحدة بحياتك أم صارت حادثة مال عدنان اسمعني الآن معيار اتحاد القدم يا أما أنت معاي وأنت صديقي ولك كل الامتيازات يا أما أنت ضدي فأنت عدوي يعني هم ما يعترفون أكو شيء اسمه انتقاد هم كل مؤسساتنا بالمناسبة بس التركيز على اتحاد القدم لأن مشاكله هواية يعني لجنة أولمبية كذلك لجنة القرار كذلك أنا مو اشتغلت بلجنة القرار واستقاليت شان يا ميثم لجنة القرار لجنة عبارة عن تمدحهم وتطلع بالفضايات وسب أعدائهم اللي هم أصدقائهم الصبح بس أعدائهم بالليل أنت إلى كل الامتيازات أما تحكي الصح وتقول للرئيس لجنة القرار وأعضاء القرار هذا غلط أنت يتم إبعادك بس الحمد لله إحنا طلعنا يعني بكرامتنا مستقالين أنا وميثم والأخ حسين بديع والباقين لأن شفنا الوضع مخربط هذا الموضوع اللي يحكي عليه ميثم أكو رجع صدى بكل رسالة الآن رجع الصدى الآن من يحاسب اللي قصر من اتحاد الصحافة الرياضية لا تقول لي خالد جاسم ما راح يحاسب لأن خالد جاسم ينظر إلى هؤلاء الراحة وأصوات وانتخابات جاي حلو انا ده اقول لك حلو من يحاسب الوفد الوزاري انساء مع جل احترامي للوفد لو تم اساءه او رابطه الاعلام المرئي حتى ما نستثني انا ما لحد الان رابطه الاعلام يعني كمؤسسه ما معترف بها نهائيا مع العلم اني مؤسس بها ورئيس رابطه فتره اي والله راح احكي لك